نروح لحاجة تانية، وزارة الزراعة. وزارة الزراعة أعلنت امبارح انطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلعية وضد مرض الوادي المتصدع، وده على مستوى محافظات الجمهورية. التطعيم ده هيتم من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت علشان نحافظ على المصدر الأساسي للبروتين، وعلشان نحافظ أيضا على رأس مال الفلاح المصري. تفاصيل أكتر عن الحملة القومية لتحصين المواشي معانا عبر الهاتف دلوقتي الدكتور خالد مرسي، مدير عام الطب البيطري. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. يعني في البداية حابين نعرف من حضرتك، الحملة الثانية تستهدف تطعيم كم ألف راس ماشية على مستوى المحافظات بشكل عام؟ هو المستهدف ان احنا نحصن جميع الحيوانات بجميع القرى والزروع على مستوى الجمهوريه، لان المرض ده مرض بيتنقل بالهواء، وعشان نقدر نسيطر عليه يبقى لازم نكون محصنين جميع المواشي سواء ابقار او جاموس او اغنام او ماعز بجميع القطاعات والمراكز والقرى والنجوم. الحمله دي على مستوى كم محافظه بتتم ازاي؟ تحركات يعني صدرت ازاي لكل المديريات؟ كلمنا على النشاط على مستوى محافظات وعموم محافظات الوطن المصري. هو تعليمات السيد معالي الوزير والسيد رئيس الهيئه ان احنا نعمل لجان في جميع القرى بال 27 مديريه. في لجان في كل قريه، في لجنه ثابته بتبقى واقفه في مكان بارز وظاهر الناس عارفاه، ولجنه بتتحرك من بيت لبيت عشان نحصن الحيوان من بيت لبيت. مع كل لجنه في كل من في كميه كافيه من اللقاحات وكمية كافية من التلج وسن لكل حيوان. كل حيوان يتحصن ناخد السن بتاعه نرميه علشان ما يتحقنش بيه حيوان تاني. اللي احنا بنحارب او بنجابه مرضين من اخطر الامراض اللي بتأثر على الثروة الحيوانية، حمى القلعية وحمى الوادي المتصدع. دي امراض اقتصادية بالدرجة الأولى، ومرض حمى الوادي المتصدع ده من الامراض المشتركة بين الحيوان والإنسان. مرض الحمى القلعية ده مستوطن عندنا من سنة 1950، بيجي للحيوانات في صورة حرارة، ارتفاع درجة حرارة الجسم، خمول، يقطع الأكل، يقطع الحليب، يبقى في ريالة في البق، ممكن الحيوان الصغير يموت، فكل دي خسائر اقتصادية كبيرة جدا للحيوان المصاب. فأنا بناشد من خلال برنامجكم وبشكر الإذاعة والتلفزيون المصري على المجهود الجبار المعمول معانا، ودوركم لا يقل أهمية عن دور الطب البيطري عشان التوعية والإرشاد بأهمية التحصين ده، لأن دي ثروة اقتصادية وأمن قومي للبلاد. يعني فبناشد جميع المربين يقدموا حيواناتهم للجان التحصين، وكمان يعملوا معاهم دور مهم جدا إن هم يوعوا جيرانهم. أيه. وقرايبهم ومعارفهم اللي موجودين في الحته اللي هم فيها او في المكان اللي هم فيها او في الناحيه اللي هم فيها. عشان التحصين لازم يبقى على مستوى جميع الحيوانات. شكرا لك يا دكتور. الدكتور خالد مرسي مدير عام الطب البيطري، شكرا جزيلا لحضرتك، ونتمنى السلامه لكل المواشي وانها تكون يعني في خير، صحه لكل محافظات الجمهوريه. اكيد. هنروح دلوقتي لزميلنا محمود جميل نعرف منه أبرز فعاليات اليوم الثالث للمهرجان النهاردة العالم عالمين. صباح الخير عليك يا محمود. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير عليك يا مصطفى. بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان، بنصبح عليكم من المدينة الساحرة والجميلة، من مدينة العالمين الجديدة. بنتابع معاكم كل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في دورته الأولى. الحقيقة امبارح كان اليوم الثالث في المهرجان، والحقيقة هو كان من أحلى وأجمل الأيام والفعاليات في مهرجان العالمين الجديدة. الحقيقة امبارح كنا شهدنا يعني ختام بعض الفعاليات زي بطولة التيك بول وجيل التحدي الذهبي. طبعا بطولة التيك بول بدأت ببعض المباريات حتى وصلت للفاينل الخاص بتحديد المراكز الأولى، وانتهت طبعا بفوق بإعلان الجوائز والفوز للمركز الأول أو الفريق الأول اللي حصل على المركز الأول بجائزة قيمتها 30,000 جنيه، وكانت طبعا من نصيب اللاعب محمد زكي و
اللاعب محمد سعد واللاعب مؤمن زكي، ثم الفريق الثاني 20,000 جنيه والفريق الثالث 10,000 جنيه. والحقيقه كانت توزيع الجوائز في وسط وجود ابطال العالم في لعبه التيك بول ناتاليا ومايا وكل المنظمين طبعا اللي موجودين في اللعبه، والحقيقه كان في اجواء كلها فرحه وتشجيع من قبل الجماهير والزوار اللي كانوا موجودين في المدرجات. وبعد طبعا انتهاء كل الفعاليات الخاصه ببطوله التيك بول بدا الاستعداد بقى لمباراه الفاينل في جيل التحدي الذهبي اللي كانت بين فريق كابتن حسام غالي وكابتن محمد فضل، واللي انتهت طبعا بفوز فريق كابتن حسام غالي باربع اهداف مقابل ثلاث اهداف لفريق كابتن محمد فضل. ودي الفعاليه بقى كانت الفعاليه الاهم الحقيقه، كان في تفاعل كبير جدا وتشجيع كبير جدا من الجمهور، وكان في طبعا قبل بدايه المباراه بقى كان في توزيع تيشرتات من قبل اللاعبين على الجمهور اللي موجود في المدرجات. التيشرتات دي ممضيه طبعا من كل اللاعبين اللي موجودين، بالاضافه الى بعض الهدايا طبعا من اللاعبين ايضا للجمهور اللي موجود في المدرجات. والحقيقه كانت مباراه ممتعه ما بين طبعا فنيات كره القدم بقى بين اللعيبه الكبار، وما بين حاله التشجيع اللي موجوده طبعا في المدرجات، الحاله اللي كان بيعملها كابتن خالد كابتن محمد فضل مع كابتن حسام غالي مع كابتن عماد متعب. كل اللعيبه الحقيقه كانوا بيقدموا يعني كوره فنيه رائعه جدا من خلال الماتش اللي كان موجود امبارح، وانتهت طبعا بتوزيع الميداليات ثم طبعا رفع الكاس لفريق كابتن حسام غالي. والحقيقه كان اليوم جميل جدا بوجود عدد كبير من المشجعين، ولما اتكلمنا معاهم كانوا حريصين جدا ان هم يكونوا موجودين في نهائي تحدي الجيل الذهبي، وكانوا مبسوطين ان هم شافوا النجوم الكبار اللي كانوا موجودين، ويعني التقطوا الصور معاهم، وطبعا كانوا بيشجعوا بكل روح وكأنهم بيشجعوا فعلا في مباراة كرة قدم حقيقية. وطبعا مباراة كرة القدم الشاطئية كانت من أهم الفعاليات اللي موجودة داخل مهرجان العالمين الجديدة. ثم كمان بعد كده اليوم كان جميل جدا بختام طبعا الفقرة الفنية لديسكو مصر اللي كان موجود طبعا في هذا الشاطئ، وأحيا حفلة جميلة جدا كان موجود فيها بقى كل الزوار وكل الفئات العمرية والاجتماعية. يعني احنا شفنا الشباب موجودين، شفنا الأسر موجودين، كبار السن، كل الناس كانت موجودة امبارح في الحفلة وكانوا مبسوطين بأجواء المهرجان جدا. يعني كل الناس لحد وقت متأخر بالليل كانت الناس لسه بتيجي كمان الحفلة، وكانوا مبسوطين جدا بالأجواء اللي موجودة. ولما اتكلمنا معاهم أيضا أكدوا على إن هم بيشكروا كل المسؤولين على إن يكون في مهرجان في مدينة العالمين الجديدة، والتطوير اللي حصل في مدينة العالمين، وإن هم يعني بيخليهم يستمتعوا بموسم صيفي جميل جدا من خلال الحفلات ومن خلال كمان الفقرات الفنية الترفيهية اللي موجودة في مدينة العالمين. لأن مهرجان العالمين الجديدة في دورته الأولى بيتميز إنه بيشمل فقرات فنية وفقرات ترفيهية، بالإضافة طبعا ليكون في فقرات ثقافية أيضا، فبالتالي هناك يعني تنوع في كل الفعاليات الموجودة داخل مهرجان العالمين علشان كل الناس اللي موجودة تستمتع. كمان لاحظنا في جنسيات عربية وأجنبية موجودة، وقالوا إن احنا موجودين يعني طول مدة الصيف هنكون موجودين في مدينة العالمين، لأن هم مبهورين بالتطور اللي حصل في مدينة العالمين. احنا بنتكلم إن المدينة هنا بتتميز بوجودها طبعا على شاطئ البحر المتوسط، بالإضافة إلى الأبراج بقى اللي بتميز مدينة العالمين، المنطقة الترفيهية، الممشى السياحي اللي احنا موجودين فيه ده، وتحديدا الممشى السياحي هيشهد خلال الأيام القادمة عدد كبير من الفعاليات الترفيهية الفنية، وكمان بمشاركة وزارة الثقافة هنشوف بعض فرق الفنون الشعبية وبعض فرق الفنون التراثية هتكون موجودة هنا على الممشى السياحي علشان يتم تقديم عدد من الفقرات الفنية. ده غير طبعا الحفلات اللي هتنطلق في هذا الأسبوع، بنتحدث عن حفل للفنان تامر حسني، وبعدها طبعا هيكون نانسي عجرم وراغب علامة، الموسيقار الكبير عمر خيرت، كل هؤلاء النجوم في مصر والوطن
العربي هيكونوا موجودين علشان يقدموا طبعا كل الفعاليات الترفيهية والفنية للزائرين في مدينة العالمين. احنا بنتكلم عن احنا هنستقبل خلال هذا المهرجان ما يقرب من 1,000,000 زائر، وبالتالي يعني في حركة سياحية كمان كبيرة جدا ومهمة داخل مدينة العالمين الجديدة. كل الناس هنا موجودة بتستمتع بالمنظر الجميل، بحالة الطقس الرائعة اللي موجودة في مدينة العالمين. وكان من أهم كمان الحاجات اللي حصلت امبارح هي الهدايا اللي تلقاها الجمهور طبعا، وكان في حالة تشجيعية كبيرة جدا بترجعنا بقى يعني الروح التشجيعية اللي كانت في أمم أفريقيا 2006 و2008 و2010. وطبعا كلنا شفنا التفاعل بقى مع محمد ناجي جده، عايز تهده جيب له جده، مع عصام الحضري ارقص يا حضري. كل الهتافات والتشجيع اللي كان موجود امبارح خلق حالة طبعا من الفرحة والانبساط. حتى النجوم وأبطال العالم اللي كانوا موجودين زي ناتاليا ومايا كلهم عبروا عن يعني انبساطهم وان هم موجودين في مصر، وان هم كمان هيزوروا مدينة العالمين مرة تانية، وان هم كانوا متحمسين جدا ان هم طبعا يشاركوا في مهرجان العالمين في دورته الأولى ويشاركوا في كل الفعاليات اللي موجودة، وكانوا حريصين كمان ان هم يتصوروا مع كل الجماهير وكل الزوار اللي موجودين. فالحقيقة امبارح كانت حالة مبهجة جدا في مدينة العالمين، ولسه الحالة دي مستمرة معانا ان شاء الله 45 يوم. عدد كبير من الفعاليات الترفيهية والفنية اللي هتكون موجودة في هذه المدينة الساحرة الجميلة مدينة العالمين الجديدة. دي كل التفاصيل، برجع لكم مرة تانية في الاستوديو بسانتو ومصطفى. شكرا لك يا محمود، وبالتأكيد يعني احتفال عالمي ومهرجان عالمي ونجوم عالميين على أرض مصرية. بنتمنى ان احنا نشوف كل الجنسيات على أرض مصر، ان هي تنورنا وتشرفنا وتشوف الجمال والمياه الجميلة والأنشطة العظيمة اللي عاملينها في مدينة العالمين. يعني يا حمود جميلنا قال لنا الأجواء كأننا هناك بالظبط، وعيشنا كده كل اللي حصل في الفترة اللي فاتت. وفي الحقيقة مفيش ولا أجمل من كده، الشكل والمنظر كله والاحتفالات كل ده يخلينا عايزين أكيد نبقى متواجدين في مدينة العالمين الجديدة اللي فعلا 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 بالفعل على أرض الواقع دلوقتي مدينة عالمية بتجذب جميع أنواع السياح من جميع أنحاء العالم. كمان مشاركة الجيل الذهبي من كرة القدم أكيد مشاركة جميلة، بنتمنى أن احنا كمان كنا نبقى موجودين ونشوف نفتكر كده زي ما أنت قلت يا محمود، يعني جد ومتعب وغيرهم من طبعا اللعيبه الكبار جدا جدا اللي عايشون اجواء ياما، عايشون اجواء جميله في صح كره صح القدم. هو فعلا زي ما قلت الجيل الذهبي، وزي ما بنشوف رياضات شراعيه، رياضات شاطئيه، ممشى سياحي، مياه فيروزيه، مهرجان في كل الانشطه. بنتكلم زي ما هو قال عمر خيرت، تامر حسني، نانسي عجرم، راغب علامه. أعتقد أن وجود كل ده على أرض مصر في أول نسخة بكرر أنها أول نسخة من نسخ هذا المهرجان، بالتأكيد هيخلي السنوات القادمة حاجة تانية خالص. وزي ما قلنا قبل كده، الشتاء في الغردقة وشرم والصيف في مدينة العالمين أكيد. وخلينا كمان ما ننساش أن مدينة العالمين أو المؤتمر الصحفي أعلن عن وجود طبعا فنان عالمي هو راس هيبقى موجود. فيعني احنا متحمسين قوي ان احنا نتابع ما تبقى من المهرجان مكمل 44 يوم.